وقع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة موانئ دبي العالمية لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. يهدف البروتوكول لتضافر الجهود بين المؤسستين والاستفادة من خبرات كل منهما لتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة موانئ دبي العالمية لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. البروتوكول يهدف إلى تضافر الجهود بين المؤسستين والاستفادة من خبرات كل منهما لتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية التنمية المستدامة، مع التركيز على مجالات التعليم والصحة والتدريب والتوظيف والتمكين الاقتصادي والمساعدات الغذائية والاجتماعية والتنمية المستدامة وكافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. يوم مميز لانه اول بروتوكول تعاون ما بين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي التنموي ومؤسسه خارج الدوله مؤسسه دي بي وورد الخيريه مؤسسه الحقيقه بتعمل في مجالات كثيره جدا بيهتم بها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي التعليم الصحه المراه رياده الاعمال ودي الحقيقه مجالات اشتغل فيها التحالف الوطني وحصل على ثقه القياده السياسيه في هذه الجهود اللي بتساند جهود الدوله النهارده النهارده البروتوكول الأول من نوعه أنا بسميه يعني في إطار الدبلوماسية الإنسانية اللي بتتماشى مع الدبلوماسية الرسمية للدولة زي ما حضرتك عارف تشرفت مصر بحضور رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والنهارده في أعقاب هذه الزيارة بتأتي مؤسسة دبي الخيرية لمواني دبي إن هم يعملوا هذا البروتوكول مع التحالف الوطني أهم أهداف البروتوكول هي مبادرة العودة للمدارس هدفنا بسمه الطفل المصري في محافظه اسوان والاقصر في دعمه بتزويده بادوات المدرسه وتشجيعه على يعني الذهاب للمدرسه وهو عنده جميع الامكانيات سواء الدعم المعنوي والدعم المادي اللي المؤسسه تقدمه وان شاء الله هذه المبادرات سترسم البسمه لجميع الاطفال وستشجعنا نحن في العمل على مشاريع اخرى ان شاء الله. يبدا تنفيذ البروتوكول مع مؤسسة موانئ دبي العالمية بمبادرة العودة إلى المدارس استكمالا لجهود التحالف الوطني في موسم المدارس لتوزيع طرود ومستلزمات مدرسية على طول نهر النيل بداية من محافظة الأقصر. ومروراً بمدينة إسنا ومدينة إدفو ومدينة كومومبو وانتهاءً بمحافظة أسوان والتي تأتي تتويجاً لعلاقات التعاون القائمة بين التحالف الوطني ومؤسسه مواني دبي العالميه سعداء بتوقيع بروتوكول التعاون بين التحالف والمؤسسه وان شاء الله يكون بدايه جديده لتعاون قوي وفعال ومستدام ما بين التحالف الوطني وما بين المؤسسه الدوليه المحترمه سعداء بوجودهم معنا في الأقصر النهاردة وكل الدعم لكل هذه المبادرات وكل هذه الفعاليات البروتوكول سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وسيفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك في المستقبل